احنا المطلوب ديالنا في هذا السوق هذه ما 94، يعني هذا مستفيدين 94 نشرو، يعني هذا السوق شكون دشنو؟ دشنو صاحب الجلاله حسن الثاني، هو اللي دشن هذا السوق، يعني المبادره الاولى حسن الثاني رحمه الله، جاء محمد الثالث نفس التيم عاود نفس العمليه دشنا هذا السوق. احنا خصنا هذا، يعني هذا الناس د 94 فين هما؟ من 94 هنا شحال؟ هذه يعني مدام سنين، ولكن هاد الناس يعني جاوا الناس في الرقوق السوق، عملنا استجوابات مع السيد الباشا ما عطانا من الطالب، مع السيد راشد المزبلاطي نفس العمليه، مع السيد الوالي كتبنا له ما جاوبوا علينا، احنا كنطلبوا هاد الناس اللي جاوا كيف الرقوق السوق علاش ما جاوش اللائحه للمستفيدين الحقيقيين؟ خصهم يجيبوا لنا اللائحه للمستفيدين الحقيقيين، دا 94 ما جابوهاش، كيخصهم يعلقوا لنا في الباب باش نعرفوا احنا هاد الناس واش كاينين ولا ما كاينين. ما جابوهاش علاش؟ يعني خصم ونحن كنفرضوا يعني تحمل المسؤوليه، السلطات تحمل المسؤوليه، لا السيد الباشا ولا السيد العميل. هذه المبادره صاحب الجلاله محمد السادس هذا عطاها للمساكن، ما عطاش للاغنياء. واش اللي عنده اربعه وخمسه الحوانت هو كيستغل هنايا؟ عنده 10 و20 كيستغل معايا هنا؟ هاد الضعفاء فين نسيبوهم؟ واش غادي نسيبهم لهذيك؟ حنا خصنا يعني الا كان مبادره كتعطى المساكين ماشي كتعطى الاغنياء. مليين خص هذا السوق هذا خصو يمشي تعطى للناس يعني اللي كانوا هنايا. يعني جات يعني البلديه قالت يا ودي باش دير السوق نموذج باش يكون نموذجي، واخا مشينا معاهم في الطرح. طيحوا السوق وهذا السوق الناس يعني من هواه من جيبهم خاص 6 المليون للشخص، ضرب لها حساب. هذه 649. يعني المستفيدين علاش يضيعوا هاد الناس؟ خصهم يسبقوا الاولويه، ماشي اخو البراعي جا عطاوها الحانوت وهذه اخر من 94 هو مكرفط وهذا ولاده فيها غادي يمشي؟ غادي تكرفط اللحوم ما نعطوهمش. انا هذه كنحمل مسؤوليه السلطه يعني الباشا والسيد رئيس المجلس البلدي والسيد العميل. فاطمه الزهراء الشلاف موظفه عضوه في هيئه المساواه والتكافؤ الفرص ومقاربه النوع. المشكلة اللي كاينة حاليا أن السوق ديال الإمام مالك اللي هو الشطر الأول كان ديال المستفيدين اللي نضلوا عليه من 1994 اللي كانت من مبادرة ديال الحسن الثاني رحمه الله وتبناه بالأموال الخاصة ديال هاد الناس اللي هما دابا واقفين وقفة احتجاجية سلمية. الباشا كيتلعب بعدة مراوغات، كانت الوعود من عند رئيس المجلس البلدي ولكن خابت بالفشل، ما كملش الوفاء ديالو مع هاد الناس هادو. فوقاش ما كانت كتكون شي جلسات معاه بخصوص كتعلق الجلسات بخصوص السوق وكيأدي اليمين بان السوق غادي يكون ديال الناس المستفيدين الاصليين اللي بناوه بالاموال الخاصه. هناك نساء اراميل، كاين اليتامى، كاين رجال شيوخ، كاين نساء كذلك تبارك الله ما راه قد الجدات وما باقي كينضلوا على هذا السوق هذا. اليوم اللي كان المستجدد ديالو ان الباشا عيط للرئيس ديال الجمعيه ديال سوق امام مالك وقال له جيب لي واحد 20 ديال الناس على اساس انه غادي توزع المفاتيح. مين طلعوا لعند السيد الباشا، السيد الباشا خلاهم وصلوا للعماله، هو جل هنايا وعطى المفاتيح للناس الباعة الجائلين اللي ما عندهم علاقه بهذا السوق، ما كيصيلوه حتى شي صيله اللي هي حقيقيه. الان حنا كنحملوا المسؤوليه للسيد الباشا المدينه اللي هو المفروض انه يسهر على السلم وعلى الهدنه وعلى النظام داخل المدينه، حنا ما كنشوفوها شي، كاين عي الفساد. السلام عليكم، باسمي متضرر ديال سوق امام مالك بما يسمى الان سوق الازهر، فهو كيحتوي على 650 عنصر، الأغلبية الساحقة ديالهم أرامل فما يفوق 180 أرملة، وجلهم لهم 3 أطفال 4 أطفال. احنا اللي ما بغيناش نعرفوا هادشي اللي تلقى في هاد السوق ديال الإمام مالك المسمى حاليا بالأزهر، كيتفرق في اليوم عطلة فهو حد يوم الاحد، ما كايناش اداره خدامه، ومشروع كيحتوي على 400 محل، ما كتجيش السلطه لا التمثيليه ديال الاشهر ديال الغرفه التجاريه ولا السلطه التشريعيه. جا الباشا بوحده معاه اعوان سلطه كيعطي المفاتيح، نباع المتجول. احنا
ما كيهمناش يستافدوا الباعة المتجولين ولا من غير الباعة المتجولين، احنا هاد الناس حقهم من 94 وهما كينضلوا عليه وجلسوا اكثر من 50 جلسة مع رئيس المجلس البلدي واعطاهم وعود وكيأدي اليمين بالمصحف بان هذا حق مشروع ديالكم. من بعد كنجبروا حنا راسنا مقصيين من هذا المشروع هذا اللي ديالنا وعندنا وثائق ديالنا، واذا والباشا كيقول بان ما عندكمش وثائق، اذا كان هذه الوثائق هذه الادارات ما كاينش الاستمراريه ما كاين حتى شي مشكل، اذا كان هو اللي عنده الحق باش يفرق هذا الشيء غير قانوني راه هادشي ماشي معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمتضررين بعد ما كنا مستفيدين، احنا اناس ديال سوق الامام مالك السطر الاول والذي تغير اسمه حاليا، وهذا الاسم ما عرفناه شي من هبط، بسوق الازهر. احنا كان عندنا وعود مع السيد وجلسات مع السيد رئيس الجماعه الحضريه، ولنا وعود ولنا محاضر معه، حيث اجتمعنا بنائبه السيد سريحان في 21 ديسمبر 2012 واعطانا وعود وكذلك دراسة دفتر التحملات فيما في 24 يوليوز 2013 جلسنا مع السيد الرئيس، وذلك قصد دراسة لوائح ديال المستفيدين. في 2017 21 10 فبراير 2017 جلسنا مع الرئيس وطلبنا منه لوائح ديال المستفيدين من هذا السوق، فاعطانا لائحه بها 649 شخص او مستفيد، وهذيك هي اللائحه والعدد ديال المستفيدين اللي كانوا في هذا السوق. فاذا نحن الان بعد ما كان السوق وعندنا وعود من طرف السيد الرئيس اصبحنا لا شيء، السوق ديالنا اخذ منا دون علمنا.